السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة مشاهدين ومتابعي رياضة الهجن العربية الأصيلة، ومن ميدان التحدي ومن مهرجان المؤسس نتابع وإياكم، وسباق المؤسس نتابع وإياكم هذه الانطلاقات وهذا الشوط العاشر، ومن ضمن الأشواط النقدية نتابع وإياكم الشوط العاشر مخصص للقعدان الحقايق، ومن المسافة الأربعة كيلومترات نتابع وإياكم هذه الاندفاع والانطلاقة في هذا الشوط، نتابع المراكز الأولى المتقدمة وهذه الاندفاعات لأيضا سن الحقايق والسن الناشئ، وأيضا المتابعات والانطلاقات نتابع هذا الاندفاع مع المراكز الأولى ومع من يقود المسار وشعار بن قطامي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، نتابع وإياكم هذه الانطلاقة وهذا الشوط العاشر في مجمل أشواط هذا الصباح، نتابع هذه الانطلاقات والاندفاعات مع أيضا الاندفاع والمقدمة مع المركز الأول ومع من يقود المسار. المركز الأول والمقدمة هناك هداج لعلي بن سالم بن علي ألف هيده المري على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، مع هداج اللي على المركز الأول بينما النقلة على المركز الثاني، والمركز الثاني والانطلاق مع ثاني المراكز هناك على المقدمة والمركز الثاني، نتابع لحظات ونتعرف على المركز الثاني، المركز الثاني في هذا الانطلاق نتابع وإياكم هناك اللي على المركز الثاني وغير مجريات هذا الشوط إلى المقدمة، إلى المقدمة والانطلاق نتابع هناك من ينطلق اللي هو الواصل لسلطان بن خليفة بن سلطان بن مسفر المنصوري على المركز الأول بين المركز الثاني والانطلاق مع المركز الثاني والاندفاع هناك شباب سعيد ثاني، المركز الثالث هداج لعلي بن سالم بن علي ألف هيدة المري، المركز الرابع والانطلاق هناك مع رابع المراكز اللي هو سمحان سالم بن محمد بن حران ألف هيدة المري على المركز الرابع، المركز الخامس والدخول في هذه اللحظات من اللي يتسلل ظبيان عبد الله بن عبيد بن حلو من ينطلق في هذه اللحظات اللي هو مرموق لسعيد بن مسلم بن قنزول العامري على المركز السادس، ولكن نعود مع الألف ومئتين على النهاية، الـ1200 على الفوز، الـ1200 مع هذه الانطلاق والاندفاع والمركز الأول والمقدمة، المقدمة مع الواصل والواصل لسلطان بن خليفة بن سلطان بن مسفر المنصوري، ولكن نرى اللي غير في هذه اللحظات، اللي غير في هذه اللحظات نتابع وإياكم هذا الانطلاق، نايف اللي غير على المركز الأول، نايف اللي على المركز الأول لسالم بن حمد الدعبة أو راشد بن سعد الدعبة المري على المركز الأول، الله يدعبه وبن حران قادم، سمحان قادم لسالم بن محمد بن حران المري على المركز الثاني، المركز الثالث والقدوم مع المركز الثالث، أيضا اسم جديد يصل في هذه اللحظات مع المركز الثالث، المركز سعيد بن مصلح الحبابي على المركز الثاني، ولكن الدعبة راشد بن سعد الدعبة مع نايف، الله يا نايف ونايف نايف نايف، يا سلام سلام للنابت، سلام مع هذا الشعار ومع شعار الدعبة، سلام يا راشد بن سعد الدعبة المري، سلام وتحية واحترام مع هذا الانطلاق، ولكن